الأخبار على الحياة فم. منتصف الليل من الحياة فم، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى آخر نشراتنا الأخبارية لهذا اليوم، نستهلوها بأبرز العناوين. خلال لقائه بوزير الشؤون الدينية رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على ضرورة أن تظل المساجد بيوتا للعبادة تحقيقا لمقاصد الدين الإسلامي الحنيف. القيروان تحتضن بداية من يوم الغد الخميس فعاليات الملتقى الوطني للمطالعة في الوسط الريفية. وزارة الصحة تؤكد بأن الحملات التحسيسية والتوعوية للوقاية من الأمراض المعدية متواصلة. وزير الصحة يشارك في المؤتمر الوزاري الثالث حول مقاومة المضادات الحيوية. والجزائر تعين 5 مؤرخين لبحث ملفات الفترة الاستعمارية مع فرنسا. إلى تفاصيل النشرة، والبداية بالشأن الوطني، حيث استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم الأربعاء 30 من نوفمبر الجاري بقصر قرطاج إبراهيم الشايبي وزير الشؤون الدينية. وطلع رئيس الدولة خلال هذا اللقاء على سير عمل وزارة الشؤون الدينية، وأكد سعيد بالمناسبة على أن تظل المساجد بيوتا للعبادة تحقيقا لمقاصد الدين الإسلامي الحنيف. وفي إطار البرنامج السنوي للترغيب في المطالعة، تنظم وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع وزارة التربية الملتقى الوطني للمطالعة في الوسط الريفية في دورته 23 تحت شعار المحامل الرقمية كأسلوب مبتكر للترغيب في المطالعة بالوسط الريفي، وذلك بداية من اليوم 1 و2 و3 من ديسمبر بولاية القيروان. استقبل سعيد رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء بقصر قرطاج عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك بحضور رئيسة الحكومة نجلة بودر رمضان. ومثلت هذه المحادثة مناسبة متجددة للتأكيد على الحرص المتبادل على اتخاذ قرارات فعلية وإجراءات ملموسة تمكن من تعزيز الروابط بين البلدين، كما تم بالمناسبة التشديد على أهمية مواصلة العمل على كل المستويات من أجل حسن وتحسين توظيف الإمكانيات الكبيرة المتوفرة للبلدين وتنفيذ الإطار القانوني الثري وتفعيل آليات التعاون في عدة من المجالات والقطاعات. وأكد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء على تمسك تونس بموقفها الثابت بخصوص الأوضاع الجارية في ليبيا، وأكد بأن الأوضاع في ليبيا يجب أن يكون لها حلا ليبيا. أدى وزير الصحة علي مرابط زيارة عمل إلى سلطنة عمان، وذلك المشاركة في المؤتمر الوزاري الثالث حول مقاومة المضادات الحيوية. وأكد وزير الصحة على انخراط تونس في مكافحة تناول المضادات الحيوية عن طريق إنشاء لجنة وطنية تم المصادقة عليها من طرف وزيري الصحة والفلاحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الحملات التحسيسية والتوعوية للوقاية من الأمراض المعدية وغسل الأيدي تتواصل بمختلف جهات البلاد التونسية في الأوساط التربوية والجامعية بمشاركة المصالح المختصة بوزارة الصحة، وذلك بالتعاون مع كل الهياكل المتداخلة من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمتطوعين. وانتظمت بهذه المناسبة جملة من الأنشطة التثقيفية للتوعية بأهمية غسل الأيدي كسلوك صحي وقائي فعال لتجنب العدوى من الأمراض والجراثيم على غرار فيروس كورونا وبكتيريا الشيغالا التي انتشرت مؤخرا في بلادنا. وشملت الحملات التحسيسية خلال هذا الأسبوع المؤسسات التربوية والوسط الجامعي بكل من ولايات القيروان، نابل، المهدية، قفصة، جابس، المنستير، منوبة، تونس، توزر، سوسة، وسيدي بوزيد. ودوليا، أعلنت الرئاسة الجزائرية يوم الأربعاء تعيين 5 مؤرخين لبحث ملفات الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر الممتدة ما بين 1830 و1962 ضمن لجنة مشتركة مع نظرائهم من باريس تنفيذا لاتفاق بين رئيسي البلدين. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل مساء الأربعاء 30 من نوفمبر الجاري 5 مؤرخين جزائريين معينين ضمن اللجنة المشتركة للمؤرخين الجزائريين والفرنسيين. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. خلال لقائه بوزير الشؤون الدينية رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على ضرورة أن تبقى المساجد بيوتا للعبادة تحقيقا لمقاصد الدين الإسلامي الحنيف. القيروان تحتضن بداية من اليوم الخميس فعالية الملتقى الوطني للمطالعة في الوسط الريفية.
وزارة الصحة الحملات التحسيسية والتوعوية للوقاية من الأمراض المعدية لا تزال متواصلة. وزير الصحة يشارك في المؤتمر الوزاري الثالث حول مقاومة المضادات الحيوية. والجزائر تعين 5 مؤرخين لبحث ملفات الفترة الاستعمارية مع فرنسا. نهاية النشرة الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة، تصبحون على خير.